أعزائي المتابعين أهلا بيكم، أنا معاكم أحمد سنوسي، والنهارده الحلقة الأولى من حلقات اتعلم الربح من الإنترنت، وبالتحديد كيف تربح من اليوتيوب. أنا بقالي فترة كتيرة بدور في اليوتيوب وبدرس وبروح وواجي عشان أتعلم إزاي أحصل على فلوس من اليوتيوب. الحمد لله قناتي في اليوتيوب حققت الشروط اللي هم 4 شروط، النهارده بالتحديد بقوا 4، من الأول كانوا 2 وبعد كده 3، والنهارده دخلنا في الرابع. هنتكلم طبعا عن الشروط دي وازاي تحققها وازاي توصل لها، بس ده هنتكلم عليه في الحلقات الجايه. احنا النهارده بمثابه بندردش عشان تعرف انت هتعرف تكمل في اليوتيوب ولا كفايه عليك كده وانت تبقى متابع ومشارك بس، ولا هتقدر امكانياتك والادوات اللي انت هتستخدمها، وكل ده هنتكلم عليه بالتفصيل، ايه الادوات اللي انت بتحتاجها وايه الحاجات اللي انت عايزها عشان تنجح في اليوتيوب. في الفترة الكبيرة اللي أنا فيها على اليوتيوب، ودلوقتي هي تتخطى 8 شهور دراسة، لكن أنا قناتي بقى لها 11 سنة على اليوتيوب وكنتش مهتم بيها وبدأت أفعلها مؤخرا. بدأت أهتم بيها في 2021، لقيت ناس كتيرة بتتكلم عن الربح من الإنترنت أو الربح من اليوتيوب، وكورسات كتيرة وكلام كتير وفيديوهات أكتر، بس في قنوات بتملى هوا، في قنوات صاحبها طالع يتكلم علشان يكسب وقت معاك، لكن هو مش بيديك معلومة، هو بيلف ويدور حوالين المعلومة الأساسية، وانت بتطلع في نهايه الفيديو ما استفدتش اي حاجه، وكل الافاده ليه ان هو عنده متابع قعد مع الـ 8 دقايق او الـ 8 دقايق وشويه، وهقول لكم ليه الـ 8 دقايق، عشان في كتير من اليوتيوبرز بيخبوها على المتابعين. معانا مفيش حاجه هتستخبى، هنقول كل التريكات وكل الحركات اللي ممكن تتعمل في اليوتيوب عشان تكسب منه. من الحاجات اللي انا اتعلمتها في اليوتيوب ازاي تسوق لنفسك، ازاي تخلي الناس تعرفك، ازاي تخلي فيديوهاتك تترشح في اليوتيوب. وان كنت عندي معلومه بنسبه صغيره، في ناس احسن مني في المجال وانا بتعلم منهم وبنقل لكم خبراتهم. الكلام اللي انا بقوله لكم ده مش وليد اللحظه ولا انا مخترع من عندي، الكلام ده دراسه شهور كتير ودراسه ايام وساعات قعدت فيها قدام اليوتيوب، اتفرجت على الاف الفيديوهات عشرات الكتب علشان اطلع لكم بمعلومه واحده، معلومه واحده مفيده هتوفر عليك وقت ومجهود وفلوس وتفكير، ومش هتنام بالليل، حاجات كتيره كده لازم انت يعني تتعايش معاها عشان تبقى يوتيوبرز. الموضوع مش سهل، الموضوع محتاج مجهود ومكلف، يا اما يبقى معاك القدره الماديه علشان توفر على نفسك الوقت ده، يا اما انت تشتغل على نفسك. يعني هقول لكم مثال بسيط، انت عشان تظبط الصوت ويطلع بالجوده الكويسه انت محتاج ادوات غاليه ومحتاج اجهزه ومحتاج حاجات، على الاقل انت محتاج كروم عشان تطلع الصوره كويسه، محتاج تليفون بيصور بجوده كويسه، وده طبعا مكلف. لا، احنا بقى النهارده هنقول لك ازاي تتعلم الحاجات دي، بس هتاخد منك شويه مجهود ووقت. لو ما معكش القدره الماليه وداخل المجال ده علشان زي وزي ناس كتير تحقق مكسب مادي، هنقول لك تعمل ده ازاي. لو انت بقى معاك القدرة المادية، في قنوات تانية بتقدر توفر عليك المسألة دي وبتبقى احسن مننا. اتمنى ان انت تكون مستمتع معنا وان انا اكون بعرف افيدك. خلال الحلقات اللي جاية هنتكلم عن حاجة اسمها محركات البحث او السيو. السيو دي اللي هو محركات البحث، وازاي محركات البحث تحبك. انا بحبك حبك 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 انا 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 حبك حب، بالمعنى البلدي كده، ازاي المحرك يرشحك، زي الام كده لما يبقى عندها ابن ضابط ولا دكتور ولا مهندس ولا محاسب، وكل ما تقعد مع حد تقول لهم ابني دكتور، ابني محاسب، ابني ضابط. احنا عايزين بقى محركات البحث دي تحبك، واول ما حد يخش يدور يلاقيك انت اول واحد، يخش على اليوتيوب يلاقيك انت اول واحد، يخش على التيك توك يلاقيك انت اول واحد، المكسب من الانترنت يلاقيك انت اول واحد، المكسب من اليوتيوب يلاقيك انت اول واحد. في طريقه طبعا، كل حاجه وليها طريقه. طول عمري بقول ان انت لو عرفت الطريقه هتعرف تستخدمها صح. هنتعلم مع بعض ازاي نعمل كده، انا بتعلم وانتوا بتتعلموا معايا، اتفقنا؟ عايز اكلمكم على حاجه، في واحد من اليوتيوبرز الكبار عامل فيديو او فيديوهات او عامل كورس بيتكلم على ازاي تربح من اليوتيوب. الكورس ده ثمنه $49 على يوديمي. الكورس ما فيهوش معلومه بالقوه اللي تستاهل ال $49، هو مجرد ان هو قاعد بيشرح عن الحاجات البديهيه اللي انا هكلمكم فيها، بس انا هقول لك على التركات اللي تنفع تستخدمها، انا هقول لك ازاي تعمل كده، ازاي تخش على محركات البحث. هو بقى بيكلمك عن محرك البحث وعن اهميته وازاي ان هو تطور، مش دي الفكره خالص، انت عايز الطريقه اللي تسهل عليك الموضوع، عايز الحاجه اللي توفر عليك الوقت، مش عايز تقعد بقى حد يكلمني في الاكاديميات والكلام الاكاديمي، انا مش محتاج الكلام ده كله. خلال رحلتنا في الكورس ده هنتكلم عن اهم 10 مجالات في اليوتيوب بيكسبوا، وهنتكلم عن الافكار اللي تقدر تشتغل عليها في اليوتيوب
تطور فيها نفسك. ولو انت عندك حاجة من الفيديوهات دي، يعني عندك مادة علمية انت بتحبها او انت درستها او انت بتمارسها في حياتك اليومية، هتقدر ان انت تبدع فيها. بأكد تاني على معلومة ان انت لازم تكون من اصحاب النفس الطويل. اليوتيوب مش هيكسبك فلوس بكرة الصبح، لا، انت ممكن تشتغل سنة واثنين وثلاثة عشان تحقق. فلو انت ما عندكش القابلية ان انت تشتغل على نفسك وتطور وتدور على المعلومة وتتابع ناس كتير، هتلاقي منهم ناس ما بيدوش معلومة وهتلاقي ناس بيدوا معلومة، سيب اليوتيوب دلوقتي وخليك متابع عادي. لكن لو انت هتقدر تكمل وتستمر، انا انصحك ان انت تتابعني وتتابع الناس التانية اللي بتكملني في المجال. وبالمناسبة انا مش طالع عشان اقول لكم تابعوني ولا اشترك في قناتي، انا طالع اديك معلومه لوجه الله. وبالعكس ده انا هقول لك على قنوات تاني انا بستفاد منها شخصيا، انا بستمع لفيديوهاتهم باخد منهم المعلومات وبطورها وبكتبها عندي في بلوك نوت صغيره وحاجبها. خلال رحلتنا في اليوتيوب انا هعلمك على البرامج اللي انا بستخدمها، طبعا اذا كانت بريمير او كامتازيا او غيرهم او الكيني ماستر. هنتعلم ازاي تجيب البرامج دي من مصادرها الموثوقه، وهقولك على الطريقه الثانيه اللي هتوفر عليك الوقت والمجهود. بس اتمنى اي حد بيتابعني لما ربنا يفرجها عليك ويكرمك بفلوس من ورا اليوتيوب، او انت عندك المقدره الماديه، اشتري البرامج الاصليه. البرامج الأصلية لا غنى عنها، البرامج الأصلية ربنا بيبارك لك في رزقك. البرامج الأصلية دي مجهود ناس كتير، زي ما احنا بنشتغل دلوقتي على اليوتيوب وانت عايز تكسب، الناس دي اشتغلت وطورت من نفسها علشان تكسب من اليوتيوب. اتفقنا؟ هعلمك يعني ايه كروما، يعني ايه تصور بالتليفون، يعني ايه تعمل مونتاج، يعني ايه تطلع صورة حلوة، ازاي تصور اصلا. وطبعا زي ما اتفقنا هوريكم المصادر اللي انا بتعلم منها، لان دي مش حكر على حد، بالعكس انت لما تساعد الناس ربنا هيساعدك. اتفقنا؟ عايز اقول لكم على حاجه كده اتفرجت عليها انا في اليوتيوب. واحد من الناس المحترمين اللي انا بحبهم وبتابعهم باستمرار كان بيعلمنا ازاي نشتري من موقع اسمه موقع امازون. موقع امازون طبعا ده موقع مشهور وموقع عالمي. الراجل المحترم ده وهو بيعلمنا اشترى حاجات وادوات علشان التصوير وعشان تساعده في المونتاج والكلام ده بحوالي 5000 جنيه. 5000 جنيه بالنسبه لنا احنا رقم، بالنسبه له هو دلوقتي مش رقم. طيب وهو بيعلمنا كده هو استفاد من كام ناحية؟ أول حاجة هو استفاد إن هو اشترى الأدوات اللي هو عايزها. تاني حاجة هو عمل فيديو على اليوتيوب وزود رصيده في الفيديوهات اللي أنت تقدر تشاهدها. تالت حاجة كسب مشاهدين ومتابعين إن هم بيتابعوا النوعية دي من الفيديوهات وهم عايزينها وبيحبوها. إزاي تشتري من سوق؟ إزاي تشتري من جوميا؟ إزاي تشتري من أمازون؟ علي بابا؟ إكسبريس؟ والكلام ده كله. اخر حاجه استفادها ان في الاف المشاهدات بل ملايين المشاهدات جت على الفيديو ده وهو كسب من اليوتيوب. طبعا انا هتكلم معاكم عن كل حاجه في اليوتيوب من الالف للياء او من A to Z زي ما الجماعه الاجانب بيقولوا. مش محتاج يبقى عندك لغه انجليزيه قويه، ولا محتاج ان انت تبقى احسن واحد في كل حاجه، انت محتاج بس يبقى عندك القابليه ان انت تتعلم ويبقى عندك النفس الطويل. اتمنى ان يكون الفيديو ده عجبكم، دي البدايه، وهنبدا بعد كده نتكلم بالكلام المتخصص اللي هيساعدك من اول ازاي تنشئ قناه على اليوتيوب لغايه لما تسحب فلوسك وتبقى من الناس اللي كسبت من ورا اليوتيوب. اخر حاجه سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.